السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة. ان شاء الله تكونوا لاباس وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. دونك فيديو جديدة ووصفة جديدة. وصفة اليوم بزاف هايلة، تاكوس 100% منزلي، بزاف بنين وبزاف خفيف. ان شاء الله راح يعجبكم ويعجب كامل العائلة، سورتو الاولاد الصغار وثاني كبار وصغار، يعني كامل يعجبهم تاكوس. اول حاجه رايحين نبداو بالحشو. الحشوه نتاعي رايحه نديرو بالدجاج، تقدروا ديرو باللحم المفروم، انا رايحه ندير دجاج مفروم. دونك هنا في كميه مليحه من الزيت، قليت بصله متوسطه مرحيه، اللي يحب البصل مقطع ولا يكون باين في الحشوه ما كانش مشكل. هنا قليتو شويه في الزيت مع الملح. ليه درت البصل لهنا؟ باش ما يجينيش الحشو تاعي ناشف، على خاطر التاكوس يحب الحشو موش ناشف، ينشف لكم الحشو. لو تاكوس سي غاتي، ما كان تقولوا درنا تاكوس ولا تاكوس. المهم لهنا زدت كيف بان لي البصل، زدت صدر دجاج يكون كبير، والكميات على حسب افراد العائله. دو توت فاسون الكميات والمقادير بالضبط رايح نخليهم لكم في صندوق الوصف، كذلك رايحين تلقاو وصفات مصورة ومكتوبة على حسابي في الانستغرام وصفحتي في الفيسبوك، راني نخلي لكم روابط تاعهم في صندوق الوصف. كذلك لهنا كما شفتوا كنت نقلي في الدجاج تاعي ونفتت فيه بالملعقة باش ما يبقاليش كتلة واحدة. درت الملح، ملعقة صغيرة معمرة مليح توابل الدجاج، نصف ملعقة فلفل أحمر، نصف ملعقة كركم، وشوية فلفل أسود. لهنا اللي ما يحبش توابل بزاف ما كانش مشكل، ديروا ملح وفلفل أسود وخلاص. أنا لهنا موالفة نديروا بالكوري، بصح متوفرش عندي، وكما على بالكم رانا في الحجر الصحي ممنوع الخروج إلا لضرورة، دونك استعملت التوابل اللي عندي في الدار، تلمون نحب الكوري خلصته. دونك كيما شفتوا جنسولي المكونات، يعني توابل مع الدجاج مع كلش. دوكا رايحه نمرق بكميه من الماء، كميه صغيره برك كيما قلنا باش ما يجيناش الحشو ناشف. زدت لهنا تقريبا ربع كاس ماء، ودوكا رايحه نزيد هذا الخليط اللي راكم تشوفوا فيه. اول حاجه رايحين تقدروا تستبدلوا هذا الخليط بلا كريم فريش عادي، انا ما توفرتش عندي بزاف، دونك درت نص كاس كريم فريش وكاس حليب و100 غرام من الجبن الطري. دو بريفيرونس تكون نوعيه مليحه ويكون بنين باش يجي التاكوس تاعكم بنين. لهنا نزيد نخلط هذه المكونات ونخليهم يطيبوا على نار هادئه، ينقص لي هذاك الماء ويطيب لي مليح مليح الدجاج. كي يوصل الدجاج تاعي لهذه المرحله نحبس له الطياب ونطفي له النار، ما يشفليش 100% تقريبا 80% برك، باسكو كي يبرد رايح يزيد ينشف. نحيه من المقلاه جهه ونحطه جهه، ورايحه نستعمل المقلاه في حاجه اخرى في لاصوص فرماج ولا صلصه الجبن. عندي 350 مليلتر من الكريمه الطازجه، ملح، فلفل اسود، وجوز الطيب، وعندي كمية مليحة من الجبن تقريبا 150 غرام هكذا ولا 200 غرام. تاكوس يحب الجريير، انا ما توفرش عندي غير الجريير، كفاتنيش الكمية، دونك خلطت بين الجريير والشيدار، توجو خير نوعية مليحة واللي تذوب واللي تكون بنينة، لازم باش يجي تاكوس تاعكم بنين. ماناش نديروه كل يوم، دونك نحاولو كي نديرو هذو الحوايج نديروهم على كارهم. فوالا كي تغلي لي لاصوص هذه نطفي لها ونخبيها جهه، ونروحوا للصلصه الثانيه. هذه اللي رايح يدير تاكوس غراتيني يديرها، اللي مش راح يدير تاكوس غراتيني ما يديرهاش. هنا عندي 20 غرام زبده و20 غرام فرينة، رايحه نحمصهم مليح مليح في المقلاه ونطيب شويه هذيك الفرينة باش ما تجينيش لاصوص تاعي سامطه وما تجينيش ماشي بنينه. نحمصهم مليح، من بعد واش رايح نزيد؟ رايح نزيد هذيك الصلصه اللي احتفظت بها. يا اخي درت تقريبا نص كاس في الحشوه، واللي بقى لي دوكا رايح نديرو في لاصوص هذه اللي هو كريم فريش وفرماج وحليب.
تقدروا تستبدلوه كما قلت لكم بلا كريم فريش عادي وتخلطوا لها شويه جبن ولا ما تخلطوا لهاش من مره. كما راكم تشوفوا تقريبا هذه صوص بيشاميل. كما راكم تشوفوا نخلط مليح مليح. من بعد كي تخثر لي رايحه نزيد صفار بيضه وهذا اختياري. عندي صفار بيضه زايد قلت نديرو في لاصوص هذه واش تولي لاصوص بيشاميل مع صفار بيضه تولي لاصوص مغني. كي تحطوا صفار البيض تحركوا مليح مليح باش ما يطيب لكمش هذاك البيض وتولي شكله ماشي مليح كما قلت لكم اختياري. كي تعقد لاصوص نزيدو نحتفظوا بها جهه. دونك لهنا عندي كامل لي بريباراسيون. عندي الدجاج اللي كنت حضرته معاكم، عندي بطاطا مقليه عادي اقليو بطاطا عادي، عندي صلصه الجبن اللي كنا حضرناها مع بعض، وعندي هذو نديرهم في الحشوه. دوكا اللي يحب يدير تاكوس غراتيني هذا واش نحتاجو؟ لاصوص مغني ولا لاصوص بيشاميل، وعندي كميه من الشيدر مبشور، وعندي كميه من الخضار فلفل مقطع، طماطم مقطعه، وشويه معدنوس للتزيين فقط. وعندي الخبز اللي هو اهم حاجه في التاكوس، راني ما حكيت لكمش عليه، ما كفانيش الوقت نصورو، انا خدمته في المنزل. عندي تاكوس 100% منزلي. الا تحبوا الوصفه نديرها لكم باذن الله، خليو لي في لي كومونتير. كما راكم تشوفوا خبز بزاف هايل ما يتكسر، خفيف بزاف، روعه روعه. الا حبيتوا الوصفه قولوا لي نديرها لكم، يعني ماهيش الوصفه تاعي، شفتها في اليوتيوب بصح نقدر نشاركها معاكم. ودوكا نديرو نعملو تاكوس تاعنا بالطريقه اللي حبيتو. هنا درت شويه صلصه الجبن، رايحه ندير الدجاج، من بعد نزيد شويه بطاطا مقليه في الوسط ولا في النص، ونزيد الدجاج المفروم تاعي، وزيد من الفوق صلصه الجبن ونسكر عليه. دونك لهنا اللي تحب تدير لو غراتيني هاي تزيد هذوك الحوايج، اللي ما تحبش تدير في لابانينوز. انا صراحه ما عنديش لابانينوز ولا هذيك الاله اللي دير البانيني وكلش، ولا هذيك المقلات اللي راكم شفتوها دوبل فاست تبع، ما عنديش. دونك حبيت نديرو غراتيني، يعني هو الغراتيني يجي بنين اكثر من الاخر، وشنهي لي ما يجيش غراتيني يجي خفيف خير بلو ليجي. بلا ما تنساو تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس هكذا باش يوصلكم كل جديد. وثاني تابعوني على الانستغرام والفيسبوك باش تلقاو الوصفات المكتوبة. لهنا هذه مرة ثانية زدت نعطيلكم كيفاه تغلقوا. ودوكا حطيت لي تاكوس تاوعي في البلاطو، درت لهم هذه كلاصوص بيشاميل سخنتها شويه ودرتها لهم، درت لهم شويه جبن مبشور. من بعد رايحه ندير الخضروات تاعي فلفل طماطم شويه معدنوس، ونزيد ندير جبن مبشور من الفوق. رايحه نحطهم في الفرن نشعلو، الا كان الفرن تاعكم يشعل من الفوق والتحت في نفس الوقت خير. انا تاعي يشعل سوا من الفوق برك سوا من التحت برك، دونك شعلت له شويه من التحت طابلي مليح تحمر، وزيد شعلت له من الفوق. لهنا قدمته مع بطاطا مقليه مثل المطاعم مقرمشه تهبل، ولا صوص فرماج بقات لي شويه. ان شاء الله تجربوه وان شاء الله يعجبكم بزاف بزاف هايل. جربوه وما تندموش. ما بقى لي غير نقولكم تبقاو على خير في فرصه قادمه مع وصفه جديده ان شاء الله. السلام عليكم.